واحد بيقول لي سؤالان. واحد اريد ان اعرف ما سبب سقوط الشيطان في الخطيه. اثنين، ما الذي يجعلنا نقع في الخطيه الان ونحن في عهد النعمه؟ سبب سقوط الشيطان في الخطيه ناتج من قلبه من الداخل وليس من اي تاثير خارجي. ولذلك في اشعياء الصحة 14 يقول له وانت قلت في قلبك اصعد الى السماء اجعل كرسي فوق كواكب الله اصير مثل العلي. انت قلت في قلبك، يعني حاجة جوه قلبه. فالخطية نتجت من داخله وليس من اي تأثير خارجي، لان ما كانش فيه شيطان قبل منه يتشيطن عليه، ما كانش فيه، هو سقط من نفسه. اثنين، ما الذي يجعلنا نقع في الخطية الان ونحن في عهد النعمة؟ عهد النعمة يعني معونة تعطى لنا ولكن لا ترغمنا على فعل الخير. ونبقى كما نحن، لنا الحرية أن نفعل الخير أو نفعل الشر كما نشاء على الرغم من وجود النعمة. فالنعمة عطية وقوة ولكن لا ترغم، لأن كما قال الآباء ما فيش نعمة تسحب مننا نعمة أخرى. فالنعمة اللي ربنا بيديها لنا لا تسحب منا نعمة الحرية. فإحنا بنسقط بحريتنا أو بانحراف حريتنا نحو الخطيئة.